ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هاخدكم معايا كده جوله في سوبر ماركت كبير، في فروع في كل انحاء كندا. هو ما سوبر ماركت عربي. هاخدكم معايا اوريكم الخضار فيه والحاجه والاسعار على قد ما اقدر، وبس يا رب يعجبكم الفيديو. هو زي ما انتم شايفين كده الجو طبعا تلج عندنا، ولابسين الماسك والحاجة عشان عادات كورونا بتزيد. يا رب يعدي الموضوع ده على خير. زي ما انتوا شايفين كده المنظر تلج اهو، وبس فيه كان شمس شوية النهاردة فكويس، فقلنا يعني ينفع ننزل. ده كده تلج كمان مش كتير، يعني في ايام بيبقى احنا الشارع مش شايفينه. يعني دي كده ركبنا المترو خلاص ونزلنا، جينا هنا المكان اللي ده كده قدام المحل على طول. دي انوار وحاجات طبعا عشان الايد كريسماس. المحل هو عند اليافطة الحمراء اللي هناك دي، اسمه ادونيس. انا هصور لكم جوه بس طبعا على قد ما قدرت، ما كنتش عارفه اجيب الاسعار والحاجه كويس، كان ورايا ناس كتير. بس زي ما انتم شايفين فلفل وبتنجان وحاجات ايه بتاعتنا اغلبها. كل حاجة، ومشروم في الفريش وفي المتقطع وفي كل حاجة، وجبنات. هلاقي الجبنة بيتا والجبنة جرينلاند بتاعتنا برضو، وبعد كده هتلاقوا المكسرات بجميع اشكالها والوانها. بس انا طبعا ما كنتش عارفه اقف خالص لان كان زحمه. مخللات وجبنات. انا مشبهه الناس اللي يعني في مصر يعني تعرف فتح الله، اللي هو طريقه الجبنات اللي محطوطه كانت في علب اللي فاتت دي شبهها جدا. ودي لحوم، بس في قسم تاني لحوم اللي هو الحلال والفراخ الحلال هوريه لكم. بعد كده دي الاسماك اهي جايه، اهي تاكلوا زبق واسماك كتيرة بس يعني بأشكال وأنواع مختلفة مش زي بتاعتنا. ده بقى سلمون، ده الواحد يعتبر نعرفه، الباقي أسامي تانية غريبة اللي هي أسماك المحيط ما نعرفوش قوي. دي بقى بقول لكم اللحمة والفراخ مكتوب عليها حلال، فدي حاجة كويسة لأن مش من أي محل نقدر نجيب اللحمة والفراخ. دي بقى تورتات وجاتوهات وحاجات، في نقطة 15 حاجة و20 في جميع الأسعار دولار طبعا. ودي برضو حاجات اللي هي لبناني. ده لانشون برضو حاجات حلال ومكتوب عليها، دي الميزة. بعد كده برضو لما نمشي شوية لقينا بقى أحسن حاجة الفلافل المصرية بتاعتنا، ان احنا دايما بنلاقي هنا الفلافل السوري اهي، الفلافل المصرية اهي اللي هي بالفول مش بالحمص، فالحمد لله لقيناها. والخضار وكل اشكال الخضار ومعلبات بقى، فول والتونه وسردين صلصه وحار، كل حاجه بقى موجوده. الميزه انا طبعا كنت بجري شويه عشان الناس كانت ورايا، ما ينفعش اقف عشان ما حدش يبقى جنبي عشان النفس بقى وكورونا وكده. هنا السردين برضو كان في حدود 2 وشوية دولار، ودي مكعبات فاين فودز والحاجات بتاعتنا. بعد كده في بقى البهارات والحاجة، انا على قد ما قدرت قلت اصور لكم كده. ده كده انا جمعت لكم اغلب الحاجات اللي كانت موجودة، وقدرت عرفت اصوره. يا رب الفيديو يعجبكم، وعايزين اي حاجة اكتبها لي في الكومنتات. باي باي.